تنضم إلينا الآن شروق شاهين من جديد في قطاع غزة. شروق مرحبا بك، هل من جديد لديك؟ نعم، يعني تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية الحربية في أجواء قطاع غزة وعلى مسافات قريبة، حتى بتنا نسمع أصوات عالية جدا نتيجة تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع. بالتأكيد جدد الجيش الإسرائيلي قبل قليل استهدافه لمخيم البريج في وسط قطاع غزة، وهذا الاستهداف كان قريبا من المربع السكني الذي دمره الجيش الإسرائيلي وارتكب فيه مجزرة قبل قليل. هذه المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وصل نتيجتها 16 شهيدا حتى هذه اللحظات، إضافة لعدد من الإصابات محمد. وكذلك كان سبق هذه الاستهدافات استهدافات لسيارة مدنية كانت تنقل عائلات مدنية من مدينة غزة اتجاه المحافظة الوسطى والمحافظة الجنوبية، ووصل نتيجة هذا الاستهداف للسيارة في شارع الرشيد شهيدين وعدد من الإصابات. أيضا كان هناك استهداف لمدرسة أبو حسين في شمال قطاع غزة، ونتج عن هذا الاستهداف إصابات وعدد من الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة. أيضا كان هناك استهداف لمدرسة أخرى في مخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة، وفي هذه المدرسة كان هناك إطلاق لعدد من قنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليا على النازحين الذين يتواجدون داخل هذه المدارس التابعة للأونروا. بالتأكيد الجيش الإسرائيلي كثف من غاراته في هذا اليوم، والتصعيد أو العدوان الإسرائيلي متواصل. الجيش يستهدف كل المدنيين أينما تواجدوا، سواء في المنازل أو حتى في مراكز الإيواء، وكذلك في الأسواق والمخابز، وأيضا في المدارس التابعة للأونروا، وكذلك يتم استهدافهم داخل أو في الشوارع أثناء تنقلهم من منطقة لأخرى. بالتأكيد اليوم كنا نتواجد في معبر رفح البري ورصدنا سفر أعداد من أصحاب الحالات الحرجة والخطيرة، نتحدث عن تقريبا 60 جريحا سيسافروا اليوم عبر معبر رفح البري إلى مصر حتى يتلقوا العلاج داخل مصر، إضافة لسيسافر أيضا 400 فرد من أصحاب الجنسيات الأجنبية الذين يتواجدون في قطاع غزة، إضافة ل 100 شخص من هذه الفئة كان من المتوقع أن يسافر يوم غد، لكن أغلق المعبر وفي ساعات المساء. لذلك اليوم من المقرر يتم سفر 500-400 من الكشف الجديد و100 أيضا من الكشف الأول. اليوم نتحدث عن اليوم الثاني على التوالي لفتح المعبر أمام هذه الحالات، ولكن ليس لدينا معلومات مؤكدة حول عمل أو استمرار العمل داخل معبر رفح البري. إضافة لذلك وما يزال شروق يعني موضوع الوقود ما يزال هناك، يعني ليس هناك إدخال صحيح مع نفاد الوقود في المشافي. المساعدات تجاوزت أعدادها 260 شاحنة حتى هذه اللحظة، وبالتأكيد لا تلبي الاحتياجات الضرورية والأساسية للجهات المختصة في قطاع غزة، لا تلبي 3% تغطي 3% فقط من احتياجات السكان في هذه في هذا العدوان. وأيضا عندما نريد أن نقارن هذه الشاحنات أعدادها مقارنة بالشاحنات التي كانت تدخل في اليوم العادي، كان في اليوم العادي يدخل من 300 إلى 500 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وغيرها. بالنسبة للمستلزمات الغذائية هناك شح كبير فيها داخل المحال التجارية، بدأت أو رصدنا شح ونفاد لكميات من المستلزمات الغذائية داخل بعض من المحال التجارية، وتحديدا المحال التي تواجه الضغط من قبل المواطنين النازحين أيضا، تحديدا في المحافظة الوسطى وأيضا مدينة أو المحافظة الجنوبية في مدينة رفح وكذلك خان يونس. كما نرى خلفي الآن يتم
يتم نقل جثامين من الشهداء إلى المقابر، سيتم دفنهم داخل المقابر من قبل ذويهم. نعم شروق، كنت أريد سؤالك عن موضوع الوقود. استشهدوا قبل قليل نتيجة الاستهداف الإسرائيلي الذي طال المخيم البريج في وسط قطاع غزة، نتحدث عن حوالي 17 شهيدا نتيجة هذا القصف الإسرائيلي وهذه المجزرة التي تعمد الجيش الإسرائيلي استهدافها، وخاصة بأنه تم الاستهداف دون سابق إنذار أو تحذير. نعم الرحمة للضحايا والصبر والسلوان لذويهم. شكرا جزيلا لك شروق شاهين مراسل تلفزيون سوريا من قطاع غزة.